درجة. شنو القضية اليوم؟ مصلحة ومصالح؟ مهند، أمامك يومين، إذا ما تنفذ اللي يسويه إلي كل واحد يروح بطريقة. شنو رجاء؟ شنو أنت مجنونة؟ مثل ما سمعت، أنا أريد أعيش حياة مستقرة، أريد رجل يحميني، ما أريد أكون عايشة بوهم وخيال. يعني شنو قصدك؟ لا تحرجيني وتمتحنين حبي؟ لا مهند، أريد أعيش، وأنت تعرف المرة شلون تعيش. رجاء، أنا أحبك، تعرفين هذا كل زين، وأنت عايشة أحسن عيشة. لا مهند، لا لا، أنا أريد أسرة وأطفال، أريد أحلامي كلها تتحقق وتصير حقيقة. رجاء أروح أنام. أنا مو قلت لك لا تروح يا وليدي، ما أخذت كلامي. ما تشي تصدق يوم، ما تشي تصدق أكو إنسان بهالجشع هذا. فؤاد طول عمره هالشكل، اللي بين ايديه ما ينطي واللي يريده ياخذه. بس هذا حقي يوم، حقي وحقك وحق فضيله. حقك يا ما ضاعت حقوق بهاي الدنيا، سنين طويله وانا انتظر واحد يدق بابنا، ما حد دق بابنا، ما حد قال ذول ولد اخويا، اشوفهم شكله وشربه شنو مصيرهم بعد ما مات ابوهم. يوم احنا ما نريد احد يطينا، بس حقنا منعوفه. الكروم حقنا، حقنا ربيتك شوي شوي وكبرتك وسويتك، كنت اشوف الدنيا بعيونك، كنت اشوف ابراهيم ودخلت للبيت، انت ما كنت تشوف لي شلون كنت اتقلب بالفراش حتى اجيب لكم لقمه الخبز. ادري يوم، ادري كنت أشوفك، كنت أشوف الحرمان بعيونك، بس ما كان شي بيدي أقدر أسويه. هسه جاي تقول ريت حقنا؟ لا ابني لا، عوفهم، اللي راح راح، واللي عندنا خير. لا يوم لا، ما عوف أني وعم فؤاد والقانون، واللي يصير يصير. لا ابني لا، لا تتعب نفسك، عوفهم. اتعب نفسي، اتعب نفسي شهر شهرين، ولا ابقى طول عمري حاسب الذل والمهانة. يوم انتو تدرون هاي رجلي ليش تعوقت؟ لاني ما اقدر اتنازل عن حقي. يوم ما اقدر اتنازل عن حقي. ابني استهدب الرحمن، استهدب الرحمن يا وليدي. ونعم بالله. قومي يا أمل، قومي، قومي طلعيني بالحديقة. تدري كنت خايفة منك، لا تسوي أي شيء. لا، عمري ما رفعت عيني بعين أبوي. بعدين أنا طريقي اختاريته ومشيت بيه. وإن شاء الله توصل. ولام كل الناس الطيبة اللي تحب الخير توصل. بعدين إحنا إيش رايدي؟ رايدين بس الكرامة ولقمة خبز شريفة ناكلها ويا الناس. إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله. بالمناسبة، طبيب العلاج الطبيعي قال ممكن تمارس عملك بعد أسبوع. الحمد لله. ولا أحس تعبتك هواية وياي. المهم النتائج، بس تقوم لي بالسلامة، كل شيء يهون، كل التعبين نسي. من اليوم راح أبدي أخطط أجزاء الماكينة الجديدة. براحتك حبيبي، أتمنى لك النجاح من كل قلبي. تدرين إذا كملت أجزاء الماكينة الجديدة أحس نفسي أنا مسوي شيء
تسوي. طبعا تسوي، وفشل مرة ما يعني نهاية العالم. إحساسي بالفشل انتهى، بس اللي صار يعني ليش ما اشتغلت الماكينة؟ أمران، إن شاء الله من بداهم بالمصنع تلقى إجابات كل هذه الأسئلة. أشتغل هذا الأسبوع كله بأجزاء الماكينة، حتى من أروح للمعمل أبدأ مباشرة. إن شاء الله، وأني يمك، ولا تفكر غير بس بشغلك وبس. أقول بلا، الذهب والفلوس خلصنا. أبران حبيبي، هي الفلوس والذهب ليش وجدت غير حتى الحياة تستمر، مو حتى تتكدس وتنضم؟ بس هذا حقك. زين، وحقك علي كزوج وصديق ومعلم. بشر بناتي، شلون الشغل وياك؟ ابشر حبيبي، السوق يمشي مثل ما احنا مخططين. عافية ميات، انت ذراعي اليمين، فك عينك سيو. عمي انت تأمر واحنا ننفذ. بناتي انت تندل المكتب اللي تشتغل به رجاء زوجة ابني؟ رجاء؟ ايه يا عمي عندنا. جيد، اريدك اليوم العصر تجي وياي. وياك؟ وين عمي؟ للسينما. يا فيلم. اسكت لك؟ اسكت. اما يا فيلم، اريد اتعرف على زوجة ابني رجاء. ايه كيفك عمي؟ انت تأمر؟ يعني طبعا انا كيفي وانا اللي أأمر، بس اريد اخبار مضبوطه. عمي راح تصلك اخبار كلش مضبوطه. من يقدر يلعب ويا فؤاد علوان؟ من يقدر؟ مهند ورجاء يا دوب تعلموا اللعبه يردون يطيرون وبعيد عني. زين عمي، وانت شناوي تسوي؟ اسوي اللي اسوي، بس راح تشوف البطاقه الرابحه بيدي. بيدي نفخه واحده انسف كل شيء، لان كل شيء اللي عندهم بلا اساس. زين عمي، انا اروح الحاج ابراهيم على مود الدفاتر. هاي الخطوه الاولى. عفا عليك محمد، سويت شيء واستفاديت، بس مو بنفس المكان. لا مو بنفس المكان، لازم اخلصك لان السوق يدمرك يدمرك. الو، اهلا اهلا. عيني ولام، الله يسلمك. الحمد لله، والله هوايه مشتاقه لكم. عمران شلونه؟ الله يخليك. لا والله سعاد ما موجوده، ايش اسوي يا عيني غير عمك ما يقبل. اي ديري بالك على عمران هوايه. زين عيني، مع السلامه. السلام عليكم زهوري. هلا هلا بابو مهند، اسوي لك اكل؟ لا متغدي مكتفي، اريد اسولف وياك. تعال. خير ان شاء الله؟ طبعا خير، خير من خير. خبر اذا تسمعي طيرين من الفرح. هلا يا ما اخبارك هواي؟ اي طبعا، لا خبر يسوى ملايين. خير؟ ابلش مهند. مهند شبي؟ غير طلع متزوج. تزوج واحنا ما ندري؟ مليونيرة، قومو مثل هاي اللي اختارها قبلك الفقر الكبير. الخير من هذا ما قايل لا. وليش دا اقول لا؟ ليش؟ اختياره حلو، ليش دا اقول لا؟ بالخير والبركة. كل شي يجي من الله خير. اي طبعا كل شي يجي من الله خير. يا معودة هاي
معمل الألمنيوم يسوى كذا مليون، مكاتب استيراد وتصدير، رصيد بالبنك، وفوق كل هذا إيدها طويلة. إيدها طويلة شنو يعني؟ إيدها لا إيدها طويلة يعني تشتغل بمكان تقدر تسوي شيء زين. إيه على الخير. بس أنا أريد أقول لك أبو مهند، أنت هالأيام ما تجي للبيت وأني ساكت. أشغال يا أمو، كنت مسافر. مسافر هنا وهنا يمك، بس لازم تعرف عندك بيت وأولاد. أنت تعرف سعاد أحوالها مو زينة. سعاد أحوالها مو زينة ليش؟ حابسة نفسها بالمجتمع وما تأكل. أيوة حامل وما تأكل؟ مجنونة. ما أقول لك، أقول لك أنت كل شيء ما تعرف عن البيت وعن أولادك. زين أخبار فاضل شنو؟ فاضل من طلع لي حد الآن ما نعرف عنه شيء. آخر جواب، تريد تنتقم مني ومن بنتي؟ عبالي نسيت ومديت إيدي إليك، بس تالي طلعت لعبة. ما يخالف لعبة وتستمر، ولازم أنت تدفع الثمن غالي، مو فؤاد العلوان، أنت، لأن أنت دائما تخسر وراح تبقى خسران. ها إيش قلت؟ باكر فاضل يجي ورجله فوق رقبته. أبو مهند الولد على حق. حق إيش؟ حق إيش؟ تخلي يأكل ويسكت بس فقر. اي بس هو صحيح انت كل شي تودي له، لكن بنتك تعايره. عجيب تعايره شنو؟ عجيب هالناس هذول، تجيبها وتقعده وتوكله وتشربه وتسوي انسان ويقول لا. صحيح تجيبه وتنطيه وتقعده، بس مو تاخذ عزيز منه. شاخذ منه؟ ايش عنده هو واخذ منه؟ ما حد ميت من الجوع. انت بس للدهرين. قومي قومي شوف سعاد بالمجتمل. قومي. أخلاق وشرف وكرامة، ولو خليت قلبت. صارت لي عمران الثاني. الو محمد. الحمد لله. وين مناتي يمك؟ صيح لي يا في خطوط هلا مناتي، هلا بالذيب، هلا. كم كارتون اجنبي يمك؟ عافيه بالسبع، عافيه. تنزل انت محمد للسوق، تابع هذا دير بالك منه. اي شوف شكو بالسوق، ماكو. اذا ماكو فد نص ساعه ساعه وخلي محمد ينزل بضاعه. كم كرتون اجنبي ولك اجنبي؟ اي انت بيش اشتريته بثلاثه ونص؟ عافيه هسه السوق صعد، بيعه ضعفين ونص، يعني بثلاثة ونص بيعها بخمسة وربع. اللي عجبه يشتري أهلا وسهلا، واللي ما يعجبه يضرب راسه بالحائط. عارف يا وليدي، خليك سبع، خليك خوت على عمك. هلا بالسبع، روح. هسه بدأ الشغل الحلو، خلي شوف يا أهل ياكل. منو اللي ياكل؟ الحوت ياكل. شلون؟ اي وصلت يعني؟ ممتاز. وشنو معلوماتك على مخزن ثلاثة؟ عافية بارك الله بيك محمد. عافية ابني، دائما اتصل. بارك الله بيك، أشكرك.
أشكرك بابا، في أمان الله. رجاء، أشو أنت صارت يومين مو على بعضك؟ ماكو شيء. يعني إذا ماكو شيء والحزن ماكل قلبك، لا عاد لو أكو شيء شنون؟ يوم مهند مخابر؟ لا مخابر. معقولة مهند يعوفني؟ أنا اللي وثقت بي وسلمت كل شيء. لا مهند يحبني يحبني، بس ليش سوى بهالشكل؟ ليش؟ أقول رجاء، أنت ليش ما تحلين المشاكل اللي بينك وبينه بالتي هي أحسن؟ يوم هو أنا شايفت المهند خابري شوفي وين صار. مهند من يوم ما قلت له نعلن زواجنا وظل ما يجي. زين، ونصيحتي إلك أن تقعدين وياه أو تحكين وتعرفي ليش ما يقبل. يوم صاير له 4 أيام 4-5 أسبوع يجي. أنا خايفة. لا تخافين بنتي لا تخافين، ترى الإنسان إذا عرف السبب يقدر يوصل لكل شيء يريده. الخوف، الخوف والحزن خطوات اللي ما مدروسة هي اللي ضيعت لي مهند وصلتني لهذا الحال. مهند مهند، هلا وليدي، هلا بيك ابني، شلونك؟ زين زين. مهند عايش بيك؟ ما بي شيء، ما بي شيء. شلون ما بيك شيء؟ كل هالمدة لا تقول أهل زوجة تسأل عني. رجاء، ماكو أحد يسأل عن أحد. الخيوط، الخيوط بدت تشابك. أصب لك غدا ابني؟ لا لا، ما أريد. أنا دا أحس نفسي مخنوق، مخنوق وضايع. ترى أنت رجال البيت وأنا اللي أعرفه رجاء تحبك. إيه أدري عما أدري. واللي حكيته رجاء ترى من حقها، لأن إحنا ما نريد كلام الناس يزيد، والقيل والقال هالأيام ترى دا يكثر. أما رجاء تريد وأبويا يريد وأني أريد، بس ما أعرف، ما أعرف منو منا على حق. الحق مبين، وأنت تعرف مصلحتك ابني. مصلحتي إيش خرب الدنيا غير المصالح؟ هاي الدنيا سوق، سوق كبير. رجاوي، رجاوي، انطيني فرصة. شوفي، شوفي مهند من يا معدن. البنات كل وحده بديره، ما اقدر اروح اشوف اخي ابو محمد. هسه كون انت يمي، هسه يا جبار لو انت يمي
الدوي تهناك هناك بدار حقك. سوالفك حكاتك كل هنا مدفون هنا يا جبار. أدري كملتي لو بعدك. وانت شعلي كملت لو بعدي. ولك عمي جوعان جوعان وقلبي مملوخ من التعب. يا جوعان تعبان وانت سويت حتى تتعب. هي كلها ساقي وحفرتها. تقول لي ساقي هو ابوك يخلي واحد يشيل راسه من الشغل كأنه ما شايف. يا جبار كون انت تحكي على ابوي. اي يجي العصر يجي العصر واقول له يحكي عليك جبار. عم استاذ ابي الرحمن صدق كذب تقول له صدق. ايه لا حد بطلي ولا تلهيني خليني اكمل شغلي. كملين شغلك يا بدري صاير شعرك احسن من جبار ها؟ لا يا ابو محمد لا. شين السالفه يا بدري شو صارت بي يا ابو محمد؟ اي بعد ما يصير الواحد يقول لك جبار لازم اقول لك ابو محمد. يا بدري على هالبشاره هاي الا روح الملا جبار العطار واشتري كيلو ملبس وفرقي على الوادي. لا لا ليش حرام تخلي فلوسك على جيبك؟ ليش يا بتطشرها هنا وهنا؟ خليها تحتاج. لا لا يا بدرية الملبس احسن. كيفك يا جبار فلوسك هواي قوم طشرها على الناس قوم. يا بدرية بتقاطع منين ما ذبش على راسك توقفين على رجلك. هاي امه رجعنا يا امه. تعالي امه تعالي يمه ما اريد اشوف الدموع بعيونك. الله يخليك الخاطري يعني. هلا يمه هلا بيك محمد هلا. اشو اليوم راد من وكي بعد ما اروح للمكتب بالليل. هاي امه شنو بطلت؟ ايه بطلت. يا يا امه شنو شنو يا محمد شنو بعد امك ماكو شغل؟ لا يا امه اكل الحمد لله بس اني ما اريد اخليك لوحدك طول اليوم. يا بعد امك بس هذا رزقك. يمه رزقي ماشي اطمئني. اقول لك يمه محمد يا بعد امك دير بالك تمشي بدرب الشر. مو ابنك امه هو ابن جبار اللي يمشي بدرب الشر اطمئني. عافيه عافية يا رفعت راسي. عافية يما قربت يما قربت وراح تعرفين ابنة محمد شنو قربت. أنا قلت له هاك بس هو ما أخذ. أنا أحبك فاضل. أنا كلش أحبك فاضل بس هو نساني. هي نساني. ليش ليش فاضل ليش ليش نسيتني؟ لا ما معقول نساني فاضل. ما معقول نساني بهالسهولة. أنا لازم أروح للكلية الكلية وأشوفه لازم بس أخاف ما ألقى. شلون بعدين بعدين أنا كلش خايفة كلش خايفة كلش خايفة كلش خايفة. فاضل يا شميت شفت تعالي يوم قعدي تعالي. ليش ليش يوم ايش مسوية بنفسك؟ ليش جواد عباس ابنك هو اللي دفع بنتي لهذا المصير. لازم انت وابنك تدفعون الثمن. ثمن سعاد وحياتها غالي غالي هوايه.
هذه القهوة. شكراً ولومة، أقعدي. مو أخاف عطلك عن شغلك؟ لا ما تعطليني، لأن أهم مرحلة من مراحل التصميم انتهت. الحمد لله، الله يكرم مسعاك بالنجاح إن شاء الله. وأنت وياي يا حبيبتي. أقول ولا خابرتي سعاد؟ إيبلي خابرته. شنو صاير شي؟ لا بس عمتي تقول سعاد وضعها كلش مو طبيعي. يعني شنو؟ قافلة على نفسها بالمجتمل وما تقبل تأكل. معقولة وهي حامل؟ وهذا اللي يخوف أكثر. دقومي قومي خلي نروح عليها ونشوف شكو. عمران ليش ما تروح أنت لوحدك؟ ولام إحنا دائما خطواتنا سوا. قومي قومي لا تخافين. لا ما خايفة، بس الطبيب المختص قال لي يراد لك فترة نقاهة طويلة شوية. لا هاي بسيطة، أهم شيء أنت تعديت الأزمة والحمد لله بمساعدتك ومساعدة الآخرين. لا العفو هذا واجب، أهم شيء صحتك تكون زينة. والله ما أعتقد تتسلم. هسا نقوم نضرب الأبرة وبعدين نحكي؟ لا إذا أمكن شوية أرتاح لأنه تعبان. على راحتك، تفضل استريح وأخذ راحتك. تفضل اشرب قلاص المي. شكرا. بالعافية. الله يعافيك. الحقيقة أنا ما أعرف شلون أعبر لك عن شكري وامتناني. إذا ما تعرف أنا أعلمك. قولي. لما أشوف صحتك تتحسن. إيه فاضل. الأمر يختلف. فرق كبير بين قلب ينطي دون ثمن وقلب يريد وبس. إيه أخوة وإحساس بالطيبة والاهتمام من إنسانة ماكو بينك وبينها غير أيام، أيام معجونة بالارتباك والمرض. يستاذ فاضل أشو صفنت؟ لا لا ماكو شيء، هيك بس قارنت وبس. يعني قارنت شنو؟ لا 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 العفو ماكو شي. لا اكو شي. لا بس فرق ست سلامة يعني بين انسان ينطي وانسان ياخذ وبس. صحيح استاذ فاضل، السلوك والتربية لهم اثر طبيعي على الانسان. صحيح هذا اللي تقولي جدا صحيح. هسا نقوم نضرب الابرة. نضرب الابرة يلا. الحليب حبيبي. يعني ما تنسين الحليب؟ ما انسى الحليب وما انسى حبيبي. شنو هالغزل من الصبح يا ابا؟ منشطات وراك بحث طويل. تعرفين امل، انا بديت هواية اتعاطف ويا موضوع رسالتي هذه. يلا يلا اشرب الحليب وحتى نبدل ونروح للكلية. زين صار يا ابا صار. خبرت للبيت ابوه قال راح المستشفى. هاي المستشفى. ليش تاخر؟ اجل. لا والله بس ما اعرف لو ايش الوالد هم جه. دقيقه هسه هو يحكي لكم. يابا تليفون. الو هاي اي رتبوا للمخزن بضاعه نزلوها خلوها على صفحه. اي لا جايكم نص ساعة وجيكم. صار جايكم.
خير يابا؟ صاير شيء؟ مهند افندي 100 مره قايل لك اللي يريد يشتغل باسم فؤاد علوان خليه يشتغل بس يعرف حجم نفسه. يابا انا ما مسوي شيء مو زين. ما تقدر تسوي شيء مو زين، ما تقدر. تدري ليش؟ لان اكسر ظهرك. يابا شنو القضيه؟ صاير شيء وانا ما اعرف؟ 100 مره قلت لك وراح اقول لك اياها للمره الاخيره. مهند افندي طير بس لا تطير بعيد لان جناحاتك مو قويه. بابا انا هم دا اسوي نفس الشيء. دا تطير بجناحات غيرك. تقدر تقول لي الأربعين طن شكر صار من هين؟ انا يعني ما اخذن. 100 مره قايل لك فؤاد علوان ما يفلت من ايدي شيء. طير وطير بعيد بعيد بس تبقى جناحاتك بيدي. شو وقت ما اريد اكلمهم. يابا انا ما مسوي شيء خطا، يعني اشتريت وبعت وبس. وبس بغيرك باسمي يعني اشتغل شغلات كبيره بس لا تدخل اسمي بشغله تافهه. صار معلوم يابا صار معلوم. اللي ما عمل له من يوم صار منه. يابا غير الحب انا عندي مصالح وياها. هاي المصالح اللي جتي من ورا رجاء تجي من ورا غيرها. يعني شلون؟ اطلقها؟ انا قلت اطلقها؟ قلت لك تتخلص منها.